ادخل واقفل الباب وراك يا مستر نبيل لو سمحت. حاضر يا فندم. انت اللي جاي من طرف مستر ابو سليم بخصوص وظيفه التور جايد مش كده؟ مظبوط يا فندم. طيب ممكن تلف؟ نعم تلف، عايز اشوفك من ورا ومن قدام. اوكي اوكي يا فندم. جود، فيري جود. ميرسي. ايه ده؟ خير؟ انت ما قدمتش ابلكيشن؟ ابلكيشن ايه يا فندم؟ مش فاهم. طلب عشان الوظيفه الجديده. اه بصراحه بره. خلاص خلاص نو بروبلم. اتفضل يا مستر نبيل، الابلكيشن اهي. اقعد وخد راحتك على الاخر واملالي الابلكيشن دي بمنتهى الدقه. اوكي اوكي مش هتاخر عليك. اقعد يا مستر نبيل. عملتي ايه معاه؟ سايباه قاعد بيملى الابلكيشن. عايزه جاهز على امتى؟ اول ما يستوي. تلات اسابيع كويس؟ حتى لو شهر. المهم السيطرة تتم بشكل كامل. ركزي معايا يا لويز، ما تديلوش أي فرصة يفلت مننا. شلومو، أنا عارفة شغلي كويس. بطل القلق ده. ما ينفعش يا لويز. ما أقدرش أبطل قلق. شغلتي إني أقلق. وانا شغلتي ان انا انفذ المهمه وبس، وهو ده اللي هيحصل. طيب اسيبك انت تشوفي شغلك واروح انا اشوف شغلي. ها خلصت؟ بصراحه لسه، اصل في حاجات كتير قوي مكتوبه بالالماني وانا مش فاهمه، بس انا كتبت اسمي. انت مش بتعرف الماني؟ انا بتكلم الماني كويس يعني شويه، بس المشكله في القرايه والكتابه مش قوي. اوكي نو بروبلم. العنوان 893 شارع ريموسكي. تليفون 348-52. سن 28 سنة. اللغات عربيك، انجلش، داتش، فرنش؟ لا لا الفرنش ده بايظ خالص عندي. ولا يهمك يا مستر نبيل، كل دي شكليات. فعلا؟ اوكي مدام شكلياتي بقى تمام. اوكي انا هقدم الابلكيشن للمدير بتاعي وهو هيقابلك على طول. اوكي مش هتاخر عليك. انا ما كنتش فاكر المساله هتبقى سهله كده. أنا أول ما دخلت الشركة رحبوا بيا وقالوا لي إني هستلم الشغل من تاني يوم، وإن ميس هايمن هي اللي هتدربني بنفسها لمدة أسبوعين وهتعرفني على كل حاجة. هاي هاي لازم بقى نتكلم في شغلنا إحنا. أول حاجة لازم تعرفها إن شغلنا ده سر، يعني مش لازم أي حد يعرف عنه أي حاجة، لا مديرك في الشركة ولا ميس هايمن ولا أي مخلوق على وش الدنيا. فاهمني؟ طبعًا. الشغلانه اللي بنشتغلها يا نبيل خطر جدا، واي حاجه لازم تحصل بسريه مطلقه. من النهارده مش هنتقابل الا في المواعيد والاماكن اللي انا هحددها لك. تمام. انت بتعمل ايه؟ هكتب اللي انت بتقوله. ده اول غلط. في الشغلانه بتاعتنا مفيش حاجه بتتسجل على ورق، اي حاجه بتتكتب ممكن تتمسك وتتاخد ضدك دليل. احفظ، نمي عندك الذاكره الفوتوغرافيه.
كل الشغل اللي انت عايز تعمله اعمله هنا. فهمني. فاهم يا مسلم. ولما تيجي تقابلني بقى تتأكد ان مفيش حد اطرك. تقصد البوليس؟ البوليس وغيره. احنا مش بس لوحدنا في الساحة، في غيرنا منظمات ومؤسسات كتير، والمنافسة بيننا وبينهم قوية جدا، ودول بقى أخطر من البوليس. عايزك تفتح عينيك، لو حسيت في حاجة مش طبيعية تبلغني على طول. فاهمني كويس؟ فاهم. وقتها نبيل ما كانش في دائرة اهتمامنا، لكن أول ما اشتغل في الشركة اللي بتشتغل فيها لويس جودمان حسينا ان الموضوع ابتدى يكبر. ساعتها قررنا نبعت الراجل بتاعنا على ألمانيا. في الوقت ده كان في وفد تجاري مصري مسافر ألمانيا، سافرت أنا معاه على إني واحد من الأعضاء. ايه الاخبار يا رؤوف؟ يعني نوصل شقه العمليات واقول لحضرتك على كل حاجه. ده جواب من مراتك وفي صوره لبنتك. يا ترى سموها ايه؟ ايمان، زي ما كنت عايز. ايه راي حضرتك في الاسم؟ اسم جميل، ربنا يخليها لك، ويا ريت تبص قدامك عشان ربنا يخليك ليها. اسف يا فندم، اسف.